أهلا بكم في فيديو جديد وخبر جديد مع مجلة الحياة. احتفل الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بزواجهم ليلة أمس الموافق 6 مايو سنة 2022 في حفل تميز بالعفوية والمرح على شاطئ البحر في إحدى منتجعات سهل حشيش. واقتصر حفل الزفاف على حضور الأهل والأصدقاء مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. وظهرت بسنت شوقي في أكتر من إطلالة مميزة أظهرت جمالها الرقيق، وانتشر فيديو ليهم على السوشيال ميديا وهما بيغنوا ويرقصوا قبل حفل زفافهم، وظهر فراج وهو ماسك طبلهم يغني أغنية بسكوتاي مقرمشة لحسن شاكوش. وكان مساء أمس الخميس 5/5/2022 هي ليلة الحنة في الغردقة، وكانت حفلة الحنة مستوحاة من العصر الإغريقي، وارتدت بسنت شوقي فستان باللون الذهبي من تصميم مرمر حليم، وتركت شعرها الطويل في شكله الكيرلي وزينته بإكسسوارات شعر من الجانبين. والجدير بالذكر إن قصة حب فراج وبسنت بدأت من حوالي 5 سنوات، وكانت بداية تعرفهم في أحد أعياد الميلاد لصديق مشترك بينهم، وتحدث الثنائي وتبادل الإعجاب، وبعدها تقابلوا في لوكيشن مسلسل تحت السيطرة. ويعتبر تاريخ 15 مايو سنة 2015 هو تاريخ مميز في حياة الفنان محمد فراج بعد محاولاته الكثيرة للتقرب منها، وأخيراً اعترف لها بحبه ووجد هي أيضاً تبادل نفس المشاعر. واستمر فراج كل سنة بإحياء ذكرى اعترافه بحبه ليها، وفي نفس اليوم بينزل صورته معها ويكتب على الصورة: المكان الصخرة السوداء في الزمالك، الموقف قلت أنا بحبك يا بسنت. واعتاد فراج أنه يعبر عن حبه لبسنت في التعليقات على حسابها من خلال موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. وفي يوم عيد ميلادها هنأها برسالة مميزة وكشف فيها إنها الفتاة الأفضل في حياته وإنها غيرت في حاجات كتير للأفضل. وانتشرت صور ليهم بدون إعلان أي ارتباط رسمي، وظهر الثنائي على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة. وفاجئ فراج الجميع في مهرجان الجونة في دورته الثالثة بإعلان ارتباطه بها رسميا وتمت خطبتهم، ولكن تأجل عقد القران عدة مرات بسبب مشاركة فراج في مسلسلات ضد الكسر ولعبة نيوتن اللي تطلبت منه أن يظل بلحيته لمدة سنتين تقريبا، وتم عرض المسلسلات في رمضان 2021. وصرحت بسنت في لقاء تلفزيوني أنها مش هتقبل الزواج من فراج وهو بلحيته الكثيفة حتى لا تكون ذكرى دائمة في صور زفافهم وذكرياتهم. وفي يوم 11 يونيو سنة 2021 احتفل محمد فراج وبسنت شوقي مع عقد قرانهم في حفل كبير حضروا عدد من النجوم، ووصلوا لمكان الاحتفال على درجة يقودها فراج وبسنت أمامه على أنغام أغنية حاجة غريبة لعبد الحليم حافظ وشادية. وتأثر الجمهور والحضور لحظة عقد القران وبكائهم، وبعدها احتفلوا ورقصوا مع الأصدقاء. واختارت بسنت إطلالة ثانية واستبدلت فستانها الأنيق بفستان آخر منقوش بموديل الهافز توميك، واعتمدت على لوك الشعر الويفي الطويل وزينته بوردة من اللافندر بين خصلات شعرها. بكده يكون الفيديو انتهى. اكتبونا في التعليقات رأيكم في احتفالات محمد فراج وبسنت شوقي المتعددة، واستنونا فيديو جديد مع مجلة الحياة.